تتويج 256 منتوجا مجاليا في المباراة المغربية للمنتوجات المجالية تحت لواء الدعم المستمر لوزارة الفلاحة للمجموعات المنتجة للمنتوجات المجالية. مراسيم هذا الحفل تتواجد بالقطب الفلاحي بمدينة مكناس بتنظيم من وكالة التنمية الفلاحية. تم يعني تنظيم الحفل ديال توزيع الجوائز ديال النسخه الرابعه من المباراه المغربيه للمنتوجات المحليه، وكما تبعتوا فكان هناك عدد كبير من يعني من الجوائز، استاد الميداليات، استاد ديال الجوائز ديال التمييز، 106 ميداليه ذهبيه، 76 ميداليه فضيه، و 74 نحاسيه. هذا المباراه هذه اللي كتنظم كل سنتين، الهدف منها الاساسي وهو يعني تحفيز التعاونيات على العمل في هذا المجال هذا، وزيادة في الجودة ديال المنتوجات ديالهم وتنويعها والولوج للأسواق على مستوى الوطني والدولي. كذلك كان نحفزوا كذلك حتى المستهلك المغربي باش يتم يعني الإقبال الكثيف على شراء هذه المنتوجات المحلية، لأن منتوجات ذو جودة عالية ومنتوجات كذلك الإقبال كيساهم في الاقتصاد التضامني والاقتصاد ديال التعاونيات، وهذا كيساهم كبير في تحسين الدخل ديالهم والدخل ديال المنتجين، كانوا شباب كانوا مرأة قروية ولا فلاحين في مناطق يعني مختلف المناطق المغربية. واش عيشة رئيسة التعاونات المرأة والعمال بني ملال جهة بني ملال خنيفرة. حنا خدينا هاد الجوائز ميدالية الذهبية في الروز والحمراء، وخدينا في 2018 عاوتاني في القمح. حنا كنشكروا وزارة الفلاحة اللي وقفوا معانا تيعاونونا، كنشكروا المديرية الجهوية ديال بلادنا كيعاونونا كيوريونا احنا ما قاريينش حنا اميين، ولكن الحمد لله احنا توصلنا بواحد شي منتوجات ما كناش كننتظروا نوصلوه. كاين عندنا العيالات كاملين كاملين ما قاريينش، والحمد لله وصدرنا وخرجنا لاوروبا اللهم لك الحمد. الإسماعيلي ساره رئيسه مصلحه المنتوجات المجاليه بجهه الداخله والذهب. الحمد لله احنا في الجهه ديالنا شاركنا بعده منتوجات مجاليه، منهم تيدقيت والاعشاب والكسكس الخماسي، وتمكننا من الفوز بالجائزه الذهبيه الحمد لله، فاز بها جائزه تيدقيت الناقه. والحمد لله ان بفضل هذه الجوائز هادو انهم غادي يعزوا التنافسيه ما بين التعاونيات، وغادي يحسنوا الدخل ديال التعاونيات والنساء المنطقه والمراه القرويه بوجه الخصوص.